شكت روحي ويا ما ندها القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان وسلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله لا لو لا لا يا بلالة شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب من نور طرف شالة بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحباب القلب والله ما خلينا باب ما دقينا ولهلا ما نعرفت أرضي صدقيني يا مريم وأنا على تواصل كامل مع قيادة شرطة القدس الشريف ولهلا مع الأسف ما في أي نتائج إيه بس نحن لازم نلاقي حل لأنه ما في شيء بيطمن إن شاء الله إن شاء الله خير يا رب الله كريم بس والله وجودك بيناتنا كان ضروري بهالفترة يعني مثل ما بتعرف علاقتك بالأمن والجيش كانوا فادونا بالقصة وساعدونا بملاقاته يا ريت فيني يكون جنبكم يا مريم بس انتي أكتر وحدة بتعرفي انه هي الدورة إجبارية يعني مو بيدي يعني والله بعرف بس كمان زائد انه الأوضاع بمصر هلأ أبدا ما بتبشر بالخير يعني موضوع رجعتي عالشام شبه مستحيل خير شو صاير؟ شو ما عم تقري جرايد مريم؟ لا والله معجوقين كتير بقصة أبي والله ما بعرف شو بدي لك بس الإنجليز والفرنسيين والإسرائيليين عم يهددوا مصر كتير يوه يا لطيف وارد يعملوا شغلة كتير كبيرة لا سمح الله والله خوفتني عليك يا حسان لا لا أبدا ما تخافي أنت خليكي بموضوع البحث عن عمي أبو طالب وأنا ما تاكيه من هالناحية لا تاكلهم كلياتنا ما عم نقصر بس أنت كرمال الله دير بالك على حالك لا تاكلي همي يا مريم أنا ما قصدت خوفك أبدا أنت ديري بالك على حالك وعلى عيلي وعلى خالتي أم عبدو وأنت ابقى حاكيني طمني عنك وعن الوضع عندكم ها أكيد يا مريم سلمي على الجميع بيصل أعطيني محمد بعد إذنك Thank you.
اهلا وسهلا. شركي هي الذهبيات. ومعدودين؟ ولو يا خانو. سلم ايدك. بس بمعيتك، بدنا اياها باسرع وقت. ما تاكل هم اليوم رح مباشر. بس على حسب خبرتك، قديش بتاخذ وقت؟ اتركها على الله. لا اله الا الله. انت كل يومين ثلاثة شقر لعندي وانا بخبرك بالمستجدات. ماشي. الله معك. سلام عليكم. كيف؟ كل شيء تمام. امشي خلينا ندور على هالساعتين ولاد لمعان. شرف. ابو حميد انت ما تاكل هم من هي الناحيه، انا على تواصل تقريبا بشكل يومي معهم، المهم انتم تضبطوا الامور. هي الاكل صار جاهز سيدنا. خلاص خلاص. انت لا تاكل هم شيء. خليك بدورتك ونحن هون مكفين وموفيين. وما تنسى تخبرني باي شيء جديد عم يصير معكم. ماشي. محمد ما بدي وصيك بالعائله، دير بالك على الكلها. ولو انا بدي توصايه؟ لا تنسى تبعث لي سلام كثير كبير لام حبدو سيدي. وسلام خاص وكثير كبير من ابو يحيى لخالتي ام عبدو، لا تنسى. وصل ان شاء الله. ماشي يا ابو حميد، برجع بحاكيك انا بكره ان شاء الله. مع السلامه. يسلم ايديكي. تخرجيهم بالهنا ان شاء الله. يعود عليكي يا نادية خانو. الجماعة مستعجلين كتير، يعني ممكن بأي لحظة يجروها للمخلوقة على حبل المشنقة. لا تحملي هم وإن شاء الله عن قريب بتتبرى من هالتهمة. عندي لبين ما تخلصي عدة ذهبيات رح روح أعمل فنجان قهوة ونكمل حديثنا. روحي روحي. مريم اهلين. تقبريني تفضلي. تقبري قلبي من بعد اذنك بدي تروحي معي مشوار كثير ضروري. تكرم عيونك. لوين؟ هلا فوتي بسرعه بدلي اوعيك وعلى الطريق بحكي. بشر هات لشوف. اطمن. فهمت من جماعتنا انه رمزي لهلا ما اعترف بشيء. اكيد اكيد. وصلت له عن طريق معارفنا انه ما يعترف تحت اي ظرف من الظروف. وصلت له كيف لك؟ لك مين قال له يروح على الدس ويعرض حاله للخطر؟ مين؟ مين؟ طول بالك يا مفيد. شلون بدي طول بالي؟ وعرض حاله وعرضنا كلياتنا للخطر. كيف؟ هلا اللي صار صار وما عاد ينفع الندم. خلينا نفكر شو بدنا نعمل اذا اعترف علينا رمزي. اسمع، خذ الرجال وقوم على مسافة بعيدة. وفي حال صار أي طارئ بترجعوا للمكان اللي كنا متواجدين فيه أول مرة. سيد هاني برجع وبكرر اسفي مره ثانيه على الشيء اللي بدر من اختي صالحه، وباكد لك انه الشيء اللي صار خارج عن ارادته وبدون وعيها، وبتمنى انك تبلغ اسفنا للست الوالده واخت جنابكم. الشيء اللي عم تقوله مريم صحيح 100% يا سيد هاني. ما فهمت، كيف خارج عن ارادتها؟ والله هذا حديث طويل. ست مريم ممكن توضحي لي اكثر؟ يعني ضروري؟ يا ريت. بصراحه اختي صالحة مرقت بتجربة زواج كتير صعبة وانظلمت فيها كتير من أول ليلة. يا لطيف، شو الحكي؟ لذلك أخذت موقف من قصة الجواز وصارت من وقتها تتحسس حتى من ذكر الموضوع قدامه. طيب شو الأسباب؟ يعني لازم تعرف؟ يا ريت يا ست مريم، لأنه بصراحة اللي حصل مع والدتي وأختي بزيارتهم لجنابكم أثار فضولي كتير وصار عندي رغبة كبيرة أعرف شو الأسباب. وكمان بصراحة أنا حاسس إنه هالمخلوقة دخلت قلبي وإني متعلق فيها كثير، وبتمنى من الله وسمى من مساعيكم إنه بركي بتغير رأيها وبتكون من نصيبي. طمنوني، شو صار معكم بخصوص هذا أبو بطيخ؟
صار شيء هو بالإسبانيا يا معلم. شو صار؟ رمزي مسكته شرطة القدس. شو؟ مثل ما سمعت يا معلم. وعم تقوله بكل البساطة وبلا دمك يا مفيد؟ هذا اللي صار يا معلم. أنت بتعرف إنه هذا الكلام في خربان بيوت؟ بعرف يا معلم فاضل، بس برضو هذا اللي صار. لك الله لا يعطيكم العافية أنت وياه. فوق ما فرطوا بموضوع هذا أبو بطيخ، بتفرطوا برمزي ببطيخ مبسر كمان؟ لك كيف؟ كيف؟ معك حق بكل كلمة عم تقولها، بس نحن عم نحاول نعالج الموقف. شلون؟ بصراحة قدرنا نوصل لواحد بالشرطة وقدروا يوصلوا لرمزي إنه ما يعترف تحت أي ظرف من الظروف. وإذا اعترف؟ ما رح يعترف. عم أقول إذا اعترف. وأنا عم أقول لك رمزي ما رح يعترف. أنا بعرف رمزي منيح. وبعدين؟ ما في حل قدامنا غير إننا نهربه من النظارة. كيف؟ بالمصاري. أيوه. لذلك نحن لازمنا مبلغ محترم منشان نشوف معارفنا ويقدروا يهربوه من السجن بأسرع وقت ممكن. اسمع انت وياه، تخبروا جماعتكم في حال ما قدروا يهربوا رمزي يقتلوه. مشي معلم. فورا يا مفيد. لعيونك. مشي. قتل رمزي أسهل من تهريبه من النظارة. مثل ما بدك معلم. ماشي. وأنا راح خبر جماعتي إنه الأمور ماشية على خير ما يرام. مشي معلم. الحروب تصرفوا. حاضر معلم. يلا شباب. يلا يا شباب. وانتوا كمان تعالوا. شوفي مال الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. علي بلا رح نجي بداية الحسن. ايه قولوا لها الحسن انه حتطبط الراس بسرعه. لا حول ولا قوه الا بالله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا سلام يا سلام. وين ربعين؟ وين كل لقمان قصر؟ هاد لقمان زي العال العب انه بيعمل لك فتله. بيعمل لك فتله. الله اكبر الله اكبر. لك يا ارض احفظي ما عليكي. لك شو هادك نسيبي؟ والله نحفان. والله والله ما لي مصدق عيوني انه نحفان كل هالقد. لك شو هالنحافه هي؟ شي بينومس بينومس. هلا قياسك ما بعي لبتني. امبراطور لك قسم اوقات لابولو. عمل لك فتك. عمل لك فتك. تكتي توتا تكتي توتا. لك الله لا يحرمني اياكم اياي. يعني بعيدكم اضحج على العضويه. لك اضحج. يعني قول الله اكبر. الله اكبر. توكلوا على الله. يا الله يا حمي. امين. شو هالسندوات هذول؟ لا تشرفوا. اهلين وسهلين. حضرتوا ما حضر واجبكم. شو هاد؟ في بجنن. لا حول ولا قوه الا بالله. طول صباح افندي طول. والله طول كثير يا عمي طلال طول كثير. المشكله انه تاركنا على اعصابنا. واحد الله لك امي انت وياه. اشو الشغل على كيفه؟ هيكون الرجل ما بده يجي ويحكي لنا شو صار معه. استغفر الله. شرب صباح افندي. طمنا صباح افندي. بشر يا ام الحلال. بكل اسف يا اخوان. شو صار احكي؟ شغلت مالنا يا صباح افندي. ابو طالب صار له شيء؟ ما عرفت شيء عن ابو طالب، بس اللي عرفته انه الشخص اللي كان بشوف شرطه لبنان واللي كانوا متوقعين انه يعترف حول مصير ابو طالب، ايه لقوه مقتول جوات الزنزانه. مقتول؟ معناها قتلته في من وراها انا. ايه اكيد يا باطل. شو هالحكي؟ وبعدين؟ وبعدين مع هالسيره يا جماعه؟ يا ابني ما بعد الصبر الا الفرج. لا اله الا الله محمد رسول الله. شرف يا جماعه. شرف. تفضل تفضل.
لك يا رجال حاسس حالي رح طق. طول بالك عمي طلال شو صار لك؟ روق عمي طلال، استغفر الله العظيم. لك على شو بدي روق؟ صلي على النبي، صلي على النبي كرامة لله. اللهم صل على النبي رسول الله. منين هالبلوة هاي؟ منين هالبلوة اللي اجتنا؟ شوف طلال شو الحل هلا؟ السرير حضروا لما يستخني على حالك. يلا لشوف شو هالحكي مختار. هذا اللي صار يا ابني. وامتى سافر ابو موسى على بيروت عمي؟ ماشي شهرين. انت متاكد انه اخذ اولاد معه؟ اكيد بدي اخذ اولاده معه. لكن عمو لكن بيتركهم البيت لحاله. وبتتذكر شو اسامي الاولاد مختار؟ معلوم بتذكر. شو اسمه؟ اسم الصبي ادهم واسم البنت سامية. ويا سبحان الذي خلقهم شو راتبين ومهذبين ومربايين. انتوا عم تسألوا على ابو موسى ولا على الولدين؟ لا اكيد عن ابو موسى. طيب ليش عم تسأل هالولاد كتير؟ لانه عمي نحن قرايبين ومشتاقين للولاد شيء. ايوه. انت بتعرف بالضبط وين راحوا على بيروت؟ والله اللي بعرفه انا انه طلع على بيروت، بس وين ساكن؟ الله اعلم. ما بيرجع على الشام؟ اكيد. امتى؟ هي علمها عند ربك. لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشي مختار. نحن كل بيت فتره وفتره بنجي نطمن عليه. اهلين وسهلا. بحار رجع عمي، خبره انه قرايبين له عاوزينه لامر ضروري. بيصل عمي. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلين وسهلا. السلام عليكم. الله معكم، مع السلامه، شرفتوا. لسا ما رجعتي لك خالتي؟ أوامولي يا جوزة أنه مال الشام عم تقضي المعاضي. يلا بسرعة. خلص لا تاكلي هم. كأنه ولدي ما؟ صوت يا رب. إيه كأنه يا رب دخي اسمك. يا رب يا رب يا رب. ولك مشري مشري. الحمد لله يا رب. مال الشام قامت بخير وسلامة وجابت صوتي مثل النقطة والمساعدة. لا 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 ولك أسعي هيك بدي أشوف مال الشام والصبي بعدي. أنا بحلم ولا بحلم؟ بحلم يا أبو سمرة بحلم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا زعيم. الحمد لله على السلامة. أبو سمرة زعيم حراس الليل الشام كله. الله يخلي لك. لك يا ناس يا هو يا أهل الأنوات الكرام، عمي وزعيمنا أبو طالب رجعنا بالسلامة. يا أهل الأنوات زعيمنا بداش راسنا عمي أبو طالب رجعنا بالسلامة. لك يا أهل الأنوات الكرام، عمي أبطال أبو زعيمنا وتاج راسنا رجعنا بالسلامة. يا شباب عمي أبطال رجع بالسلامة. يا أهل الأنوات، عمي وزعيمنا وتاج راسنا عمي أبو طالب رجعنا بالسلامة. يلا نروح يا عمي الزعيم. لك أهلين بالزعيم. أهلين بالزعيم. الحمد لله على سلامتك يا زعيم. والله نورت الشام. ايوه والله نورت الشام كلها. زعيم شرف. شرف زعيم. شرف زعيم. شرف زعيم. شرف زعيم. لك يا ميت اهلين وسهلين ومرحبتين. والله نورت الحاره. صارت البركه يا زعيم. الحمد لله على السلامه يا زعيم. اهلين 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 حسن بدر الدين. شرف عمي سرور. شرف شرف بدر الدين. حسن بتروحوا بتخبروا كل هالحاره والعضوات. يلا حركوا عمي. يلا روحوا طيروا. يا صباح افندي يا صباح افندي يا صباح افندي. رجع ابو طالب بالسلامه يا صباح افندي. يا صباح افندي رجع ابو طالب بالسلامه. انت متاكد يا ابو سمره؟ طبعا شفت بعيوني اللي حيخلوني بدون. حتى سلمت عليه بايدي وبوست له ايدي. لك الله يبشرك بالخير. السوق ما عطيه فرحة اللي حدا برجعته بالسلامة. لك الحمد لله. اي والله الحمد لله. لك اللحظة بس لغير اوعي لها. يلا انا سابقك. يا رب يا رب. عمي ابو راشد. يا عمي ابو راشد. بدر الدين.
خير عمي خير، شوفي شايفه بضايع، شوفي لك الزعيم ابو طالب، الزعيم ابو طالب رجع الحاره يا عمي ابو راشد. صلاه محمد. لك ايه مثل ما عم بقول لك. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الله يبشرك بالخير. لا حفوظ غير اوعيي ولا حقك، كسباني لا كسباني. يلا يلا يا ابو راشد، يلا. يا اهل الحاره، يا اهل الانوار، الزعيم ابو طالب رجع سالم غانم. يا اهل الحاره، يا اهل الانوار، الزعيم ابو طالب رجع سالم غانم. يا اهل الحاره. يا شيخي، يا شيخ بلال، يا شيخ بلال، يا شيخي. شبك يا ابني عم كسر الباب؟ عمرين البواب والشبابيك يا شيخي. خير شو في؟ البشارة بالاول. بشارة شو؟ الزعيم ابو طالب رجع. عم تحكي جد؟ لك كان عن مزح، واهل الحارة مو عاطين فرحتهم لحدا. اوان سبيني لبين ما البس ولحق. يلا لا تطول شيخي. أهلي أمد ردين. لك الله لا يحرمني أبو لمعي، دقبتني ربك. تعال فضل فوق. لا لا جاي لك خبر يسر قلبك وخاطرك. احكي شو هو؟ لك أقول. اطول بالك علي أبو لمعي، خليني أقول بس. الزعيم أبو طالب رجع الحارة سالم غاني. بحياة اختار. لك ايه مثل ما عم. وين هلا الزعيم؟ بالخالك وقعد. يلا رح خبر الشباب أنا. يلا. الله لا يوفقك على الخبرية عمى، هذا اللي ما كنا عاملين حسابه. وهدول المقبولين جوا أعضاء الكتلة، شو بدي قلو؟ لك يا محمد! صباح حسن رح تكسر الباب، شوفي. امشي معي، امشي معي لارجيك هاي الشوفة، تعال يلا. شو الشوفة شوفي؟ لك امشي ولا بتشوف بعينك، خلصتي يلا. اوكي يلا رزق. يلا 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 امشي امشي بسرعة. ماني عارف حكي، بدنا نلاقي اولاد الخانم ببيروت. انا برأيي نبعت بره يدور عليهم، ونحن بنبقى هون بشغلنا بالشام. قلتها؟ عندك حل تاني؟ لا والله ما عندي. معناته من بكره الصبح بنبعته فورا على بيروت. توكل على الله. ونعمل ادي. رجلتك يا زعيم بتسر ومتنامس. اي والله. يا العظيم عزايم الله القوية. بعد الرايق احنا رايق. لا اله الا الله محمد يا رسول الله. رايق كلمة صلى على النبي. رايق كلمة صلى على النبي. رايق زعيمنا. رايق زعيمنا. زعيمنا ابو طالب رجع بالسلامة. يا مرحبا طلع علينا القمر. يا مرحبا طلع علينا. يا علينا الله يا علينا.
نهارات الظالم ليل وليلهم ظلما وبدر السما يا ناس يضوي جبت لك الأكل يا خانو ما جعب علي لا أكل ولا أشرب خير ما بعرف النار عم بتقب قلبي أب خير اللهم اجعله خير هو وصفي الثاني لهلأ مو مبين غايب عذره معه يا خانو لك عذر شو بطيخ شو على قليلك اليومين لازم يمر لعندي ويطمني شو صار يطمنك على شو ما دخلك بأمرك يا خانم اسمعي سكينة بكره من صباحية الله اول ما بتوصلي على البيت بتبعتي لي جوزك على حارة القنوات يتقطص لي شو في اخبار بالحارة حاضر اوعيك تنسي من على بكرة الصبح لا تهكلي هم خذي الاكل معي شان تقيتي معدتك قلت لك ما بدي خذي الاكل معك وروحي يلا بأمرك يا الله شو اللي صاير حتى قلبي عم يغلي غلي لازم يجي العارف وصفه يطمني حتى يبرد لي قلبي شوي الحمد لله على السلامة يا زعيم رجوعك بالسلامة سالم غانم الله يديمك يا أبو راشد عليم الله يا حجي نورت الحارة الله يعزك شيخنا ما بتتصور قديش فرحتنا فيك يا أبو طالب أهلين صباح أفندي قلت لكم بإذن الله بده يرجع الزعيم وليكو رجع الزعيم الله يخليك يا أبو لمعي نورت الحارة زعيم أبو طالب أهلين أبو الفوز الحمد لله على السلامة يا زعيم لك أهلين زينو لك يقبرني ربك صدقني رجعتك سرتني ونومستني وهلا من بعد اذنكم يا اخوان خلونا نتيسر نترك ابو طالب يروح يشوف اولاده واحبابه واكيد هلا بيكون تعبان اي نعم بيكونوا عياله مشتاقين له ابو راشد الله يعطيكم الف عافيه ما بتصدقوا قديش فرحتي كبيره لما رجعت على الحاره وشفتكم سالمين غانمين وان شاء الله دائما هيك لذلك معزومين كلكم على بيت اخوكم الصغير ابو طالب مشان نقوم بالواجب I'm
صابر مسافر؟ نادي لابنك محمد خلي نحكي معه وجوز كلام. شو بدك فيه؟ فرحان برجعة عمه أبو طالب. يوه ابني نفهم منه إذا قال لطلال إنه مرته ولدت ولا لا. بك مزبوط، خليه يفرح فوق فرحته برجعة عمه بخير وسلامة. يا عم شلون فاتتنا هالقصة؟ إيه لا لازم نادي له وأحكي له. وينه محمد؟ ليكي 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 وينه؟ ليكي ليكي محمد محمد تعال تقبرني تعال لك تعال. شي مبارك رجعت عمك بالسلامة. الله يبارك فيك يا عمي. فرحان مو؟ اي والله. انت قبرني هلا بدك تفرح اكثر، بدي اياك تخبر طلال انه مرته ولدت بالسلامة وجابت صبي. مش مرته ولدت يا عمي؟ ايه وجابت صبي. سبحان الله هيك شو الافراح عم تهل علينا من كل حد وصوب. شايفته قبرني عقبال ما اشوف ولادك. حياتك يا عمي. ان شاء الله، يلا روح خبر. الله يخليك يا عمي. أمال الشام قامت بالسلامة؟ لك ايه أمي القلب، وإن شاء الله إلهي بيربى بعزك وبدلالك. الحمد لله يا رب، الحمد لله. مبروك رجعت عمي أبو طالب. الله يبارك بعمرك يا رب. طيب الله يخليكم، فيني فوت شوفوا لحاتي؟ من بعد إذنك صهري، نادي لنا لأبي خلينا نسلم عليه، وأنتوا الاثنين بتشوفوا مال الشام وحاتي. إيه صهري خليك شبابك، شلنا نطف قلبنا عليه. طيب، طيب على راسي. الله يبارك فيكم جميع. ما قصرتوا ها؟ أنا بدي أتذر منكم أطمن على العيال وأرجع. أبو طالب لا تطول، لسه ما شبعنا منك. لك أنا اللي ما شبعت منك حبيب قلبي. حبيب قلبي يا أبو طالب. بحمد ربي ألف مرة وألف كرة اللي رجع لي إياك سالم وغانم يا ضي عيوني. الله يرضى عليك يا أم طالب. خلي لي إياك يا رب. لا يا سيدي يا مولاي ما تخلف وقتك على قلبي وديمك فوق راسي. خلي لي إياك. سامحني يا بي مو قدراني أقوم بوس إيدك. لا يا بي أنا براسي رح أجي لعندك. خلي لي راسك يا رب. الله يخلي لي اياك يا سندي ونور عيوني. الله يحميك يا رب، والحمد لله على سلامتك. الله يرضى عليك انت وجوزك وابنك. هي حفيدك حاتم عم يحكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. على العافية مختار. أهلي عمي بدرو. أهلي وسهلي. طمني شو الأخبار؟ والله كله تمام وعالي العاف. يا رب يا رب، بيض وشنا يا رب. وشك أبيض من يوم يومك مختار. شباب برا لوين وصلوا؟ والله ما قصروا، الله يرضى عليهم. طلع شوفوا بعينك شي بيفرفح القلب وبيسر الخاطر. شو عليه بشوفه. يلا شرب مختار. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا احمد عجل. عملك بعدين طلال. السلام عليكم. عازم المختار. وعليكم السلام. اسمعوني منيح عمي طلال، انت واخونا ابو الفوز. تفضل مختار. مول بتذبحوا 10 فواريف وبتنيموا 3 العجق بكره. الله يرضى عليكم. بعدين تحطوهن بصرار على قدر 2 كيلو 2 كيلو على بكرة الصبح بدي اشوفهم موزعين على كل اهالي الحارة. الله يرضى عليكم. منت علينا مختار. صار مختار. إيه بس لا تتأخروا بسرعة. لعيونك صباح الخير. عمرك صباح الخير. تفضل بدنا خليك معهم ساعدهم. يلا طلال. يلا الله يعطيهم العافية الشباب. الله يعافيك. اهلا يا سيدنا. اهلا اهلا. خفوني ايديكم شوي عشان تبيض وشنا. وشك ابيض صباح بدي وشك ابيض. بدي شيء ما صار مثله بنوبه. لعيونك يا مختار. تكرم تكرم تكرم. لنتابع الامور. يلا يلا مع السلامه. الله معكم سيدنا. الله معكم شيخنا. دعينا. الله معك صباح افندي. الله معك صباح افندي. بحياة اختك واخته واخته. ايه وحرام يكونوا هدول عضوات. نحن لازم نكون عضوات. طبعا اخي دامعين فيها وما حيتركونا اياها. اي والله والله عم تحكي مزبوط وعم تحكي 100% صح. انت سكوت ابو شاكر. سكوت يخرب بيت سنتك. شو بتبيض طناجر؟ صار له ساعه بيض له طناجر لصباح افندي. شو بتبيض انبش شباب شباب ابونا ما عم نسلبها يعني. اذا قلنا له وشك ابيض يعني وشك ابيض عن حال عم يسلبها. ما بعرف ابو مرزوق. نعم. الاعلام بكفوا شيء؟ انا لا ما بكفوا. قوم شوف شغله. يلا تكرم عينك. يعني يا ابو شوكات. يلا يلا غفر الله لعبد اللبس على المستودع حرام. يلا 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 بدنا نبيض. شو قلتك ابو دمعي؟ بشو ابو شاكر؟ لك شو بشو؟ بموضوع الكتله اللي رح تتزعمها وبعدين رح تتزعم الحاره. والله يا أبو شاكر بس تجيب سيرة الزعامة ما بعرف شو بصير لقلبي بهيك بفرفح فرفحة. على كلين أمورنا كانت ماشية مثل الصلاة على النبي، بس برجعة الزعيم في بعض القرارات اللي اتخذناها نحن وأعضاء الكتلة الشعبية لازم نغيرها. ما فهمت عليك شلون يعني؟ شيت إنه شيت يعني شيت يعني شيت إنه حدا جيب سيرة الزعامة هذا مرفوض بتاتا. لكن سيرة شو بدنا نجيب؟ نحن رح نضرب عصفورين بحجر وحجر بعصفورين. أول شيء منوصل نحن كلمتنا كأعضاء كتلة شعبية لمكتب ديوان الزعامة، وتاني شيء منقصقص له لصباح أفندي. بدك تقصقص له جناحاته؟ يقبلني اللي خلاق يقبلني اللي خلاق أبو لمعي. لأنه بالنهاية أبو شاكر نحن ما عنا الهيبة والروزي اللي عنده إياها الزعيم. وإمتى رح نبلش بهالشي؟ بعد ما نخلص احتفالاتنا بأبو طالب منبلش بالموضوع مباشرة. على بركة الله على بركة الله. أخي أنت لا تأكل هم، طالما أنا بقيام بالحارة الكتلة موجودة بالحارة. منت علينا أبو لمعي منت علينا. يا أبو شاكر يلي بدنا يا بده يصير. قول الله. ألف الحمد لله على سلامتك يا أبو طالب. ربي لا يحرمني منك بجاه الحبيب محمد. الله يسلمك يا أم طالب ويخلي لي إياك أنت وبناتك يا حق. إن شاء الله بتقبر قلبي. تفضل تقبرني ارتاح لي بين ما أجيب لك الألباس. تفضل تقبرني. حطيهم على عيني وراسي. سكي هدول ذهبات. خذي هذا الفرد واقبلي اياهم. فرد؟ ابو طالب هدول الذهبات من وين؟ من مكه؟ لا لا ام طالب لا. لكن من وين هدول؟ خلاص بعدين بحكي لك، قصه طويله كثير. ايه تقبرني مثل ما بدك. تنذكر وما تنعاد. مين؟ أنا مريم ومعي صالحة. تفضلوا ميمة تفضلوا. أول شيء مشان الله ما تواخذونا إذا أزعجناكم، وثاني شيء جينا نمسي عليك أبو لك أنتوا بدكم إذن. شرف وشرف وشرف وشرف. تفضل. مال الشام كثير كان جاي عبالة تجي معنا مشان تملي عيونا من شوفتها. بس مثل ما بتعرف نفسها وموجوعة من الولادة. حبيبتي مال الشام أنا رايح أسلم عليك. لا أيوة يا أبي خليك مرتاح بتكون نايم.
تقبرني الصباح رباح، بعدين مال الشام قاعده عندنا لحتى تتعافى، وانت كمان تقبر ابي، شوفوا الشك كيف تعبان. ماشي لذلك يا ابي اجينا انا واختي مريم لحتى ناخذ رايكم بشو بدنا نعمل بمناسبه رجعتك بالسلامة. عجبك؟ هاتي لشوف. هذا يا سيدي ومن فرحتنا برجعتك سالم غاني. سبوتها منيح يا ابي الله يرضى عليك. شيلوا هاي الكراسي يلا. يلا يلا سمو شد ايدك. يلا بتروح. ان شاء الله ما تبلع على هالزينه. بكل مناسبات الحاره اصلا لازم انت اللي تزين. نظف انت العالم، نظف وحمى اللي تعبنا. عزو صبها يا بلاد صبها. منيح هيك زينو؟ يا الله مو معقول لحقوا يزبطوا ويزينوا بهالسرعه؟ كتر خيرهم والله اهل الحاره بحياتهم ما قصر. اي والله يلا تفضل هي تعالوا من تحت سقطوا من تحت يا اهلين وسهلين ومرحبتين. الحمد لله على السلامه رجعت الزعيم عمي ابو طارق. الله يسلمك. من بعد إذنك إذا بتنادي لنا صهري طلال عاوزينه بشغله. إيه من عيوني التنتين تكي بس. شو عم نبعيد؟ الله حيا بدر الدين. سيرونك على ورا؟ إيه إيه سنبول شبعتو. ولي على بعضك يا أبو لمعي، لك الخانم بدر الدجا بالسوق وانت مالك خبر؟ لا وعم تندلق مثل كيسة طحين لمجرد ما شفتها. لك شد حالك يا حمار. يا ما شكت روحي يا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده لك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحه سلم احباب القلب لا لا ولا لا يا بلا ذهب والبضاعة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك طراس بالذهب والبضاعة لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا ولا توب الردى
لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا. الله 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 يوم الوغى نندهن نقول الله. يا ما شكت روحي ويا ما ندهى القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب. ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحبابي.